إلى أين أنت الأخرى؟ لقد تعبت من كثرة الجلوس. حسنا، ولكن إياك أن تفتحي فمك ولو بكلمة واحدة. أبين كلمة السر هي تنزل. إنه صوت ابنتي، صوت قمر. ماذا قالت؟ لقد قالت كلمة السر سمسم. تمام، إنها سمسم. ابتعد عن الباب. ابتعد أنت وهو، واستعدوا لدخول المغارة حين يفتح بابه. احذروا من شيطون وغدره. هيا يا عمي، قل أنت كلمة السر. حسنا، سمسم سمسم. ادخل الباب. مسمس مسمس. لقد أغلق الباب. لماذا أغلق؟ لابد أن في الأمر سرا لا نعرفه. سمسم سمسم. مسمس مسمس. سمسم سمسم. سمسم سمسم. مسمس مسمس. هناك كلمة سر لإغلاق الباب وهي مسمس مسمس. هذه ليست بحالة. نحن نقول سمسم سمسم وهما يقولان مسمس مسمس. ما الحل وما العمل الآن؟ غلبناهم، أتعبناهم، دوخناهم، جللناهم. أنا شيطون، وهل يعقل أن يغلبني هؤلاء البلهاء؟ حتى لو بقوا هنا 100 عام فلن يستطيعوا دخول المغارة. يجب أن نزيدهم جنونا ونغيظهم أكثر فأكثر. ولهذا فلقد حضرتني فكرة شيطونية. ما هي يا شيطون؟ أحضر لي حجرا. حجرا؟ نعم حجرا. ولماذا الحجر؟ أنا أقول لك، اسمع، سأقف أنا هنا وأنت تقف هنا. هنا سأقول سمسم سمسم، وحينما ترى أنت الباب قد فتح تلقي بالحجارة على فواز وسهيل وسحوي ومن معهم، ثم نقول مسمس مسمس ونغلق الباب بسرعة. لا لا، من فكرة جهنمية. هيا سأحضر الحجر. لا، لن تلقي بالحجر على أهلي. اسكتي أنت. جاهز؟ جاهز. سمسم سمسم. عجيب، الباب فتح. لم نقل سمسم سمسم. لننظر ما الذي يجري هنا. لا بأس، سأنظر معك. هيا. مسمس مسمس. هل آذتكم الحجارة؟ قليلا، الحمد لله أننا هربنا، الحمد لله. وما العمل مع أشقياء آخر الزمان؟ هذا الشيطون الماكر وهذا القرصان، لا أحد يجرؤ على القبض عليهما. لا أحد يستطيع تأديبهما. قمر ابنتي معهما بالداخل. لو أضع يدي عليكما أيها الماكران. جنناه. يكاد الجنون يخرج من عيونهم جميعا. أمير البر وأمير البحر وفواز وسهيل وسحوي. شيدناهم. خطفنا ابنتهم قمر وهم لا يستطيعون فعل أي شيء. ونحن لسنا ببعيدين عنهم. لن يصلوا إلينا رغم أن ما يفصل بيننا وبينهم باب واحد. وكلما فتح الباب بكلمة سمسم سمسم نغلقه نحن بكلمة مسمس مسمس. رغم ذلك يا شيطون يجب أن نفكر في خطة للهرب.
علام أنت خائف يا قرصان. أنا لست خائفا، وإنما فقط للاحتياط. لا بأس، اعتمد على شيطون، إذا اقتضت الضرورة أسحرهم جميعا. تسحرهم؟ نعم أسحرهم، ألا تعرف أنني ساحر؟ لا 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 أعرف ذلك. أنا شيطون صانع المكائد والحيل، أستطيع أن أعمل كل شيء، أستطيع أن أخرج بيضة من فم. بيضة؟ ها؟ أرني كيف. انظر. يا للسحر، لم أكن أعلم أنك ساحر. وأستطيع أن أقلب نفسي إلى خروف. خروف؟ نعم، ولن يعرف أحد أنني خروف. شيطون، هل تستطيع أن تقلبني أنا أيضا إلى خروف؟ لا لا، هذه صعبة، بل أستطيع أن أقلب نفسي فقط. وماذا أفعل أنا للخروج من المغارة؟ افرض أنهم مكثوا أياما وأياما، فماذا أفعل حينما ينقص الماء والطعام؟ ما عليك إلا أن تستل سيفك هذا وتضعه على رقبة قمر وتقول: كل من يقترب مني لا يلومن إلا نفسه، إن اقترب أحد مني سأذبح قمر. يا لها من فكرة عظيمة، هل تظن أنني سأنجو بنفسي إذا فعلت ذلك؟ وهل تعتقد أن والدها سيسمح لأحد بالاقتراب منك ما دمت مشهر سيفك عليها؟ لا 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 لا، بل سأنجو بنفسي. وسنهرب أنا وأنت إلى بلاد بعيدة ونبدأ من جديد حياتنا. أنت تسرق الذهب وأنا أشعل الفتن والمشاكل. ما أذكاك يا شيطون، أفكارك دائما جهنمية. أنا شيطون يا قرصان. وما العمل؟ ما هي طريقة لإنقاذ قمر؟ عندي رأي. ما هو؟ أن ننام هنا الليلة. أتظن أنك حكيت؟ اسكت اسكت، عندي فكرة. ما هي؟ أن ننتظر هنا. اسكت اسكت اسكت. وجدتها، وجدت حلا مناسبا. ما هو؟ نقول كلمة السر التي تفتح باب المغارة، وحينما يفتح الباب نضع حجرا كبيرا أمام حافة الباب لكي يمنعه من أن يغلق، وعندما يقولون هم مسمس مسمس فلن يغلق الباب، حينئذ ندخل باب المغارة ونقبض عليهما وننقذ قمر. فكرة ممتازة. عوفيت يا فواس يا ولدي، هاتوا الحجر. كبيرا أم صغيرا؟ بل صغيرا يا مغفل، صغيرا. ها هو الحجر، هذا الحجر. جاهزون؟ جاهزون جاهزون. سمسم سمسم. مسمس مسمس. قلنا لك مسمس مسمس، اقفل يا بعض. مسمس مسمس. ما هذا؟ لقد وضعوا حجرا امام الباب ليمنعه من الاغلاق. ما العمل؟ ما العمل؟ يا سحري شيطوني، أريهم كيف تكون الحيل والمكائد. يا سحر شيطون، اقلبني إلى خروف. الباب ما زال مفتوحا. نجحت فكرتك يا فواز. هيا غضوا على شيطون القرصان. جئناكما أيها اللصان. أيها الماكران. ما هذا؟ ما هذا الخروف؟ خروف، انتظروا خروف.
خذوا 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 انظر يا سهيل خذوا. صحواي صحواي. نعم. هل رأيت هذا الطرف من قبل؟ لا ولا أنا. إنه إحدى سرقات القرصان. ربما سرقه من أحد الرعيان المساكين. اتركوه في حال سبيل. مسكين أيها الخروف، انطلق في أمان الله أيها السجين المسكين. نحن نقدر موقفك. ياقي ياقي، ضحكت عليهم، يظنون أنني خروف فعلا. الآن سأهرب وأنجو بنفسي قبل أن يقرروا ذبحي. لقد ضحكت عليهم. انطلق أيها الخروف، انطلق. هيا خذوا المغارة. ما لك تتراجع يا ولدي؟ ما لك تخرج من المغارة يا فواز؟ انظروا، قمر قمر. ابتعدوا عني، إياكم أن يقترب أحد مني وإلا حياة قمركم في خطر. نحن لا نخاف منك. اسكت يا سهيل. إياكم أن تقتربوا وإلا سأذبحها. لا يهمنا. اسكت يا سحويل. ألا ترى أن القرصان واضع سيفه على عنق البنية أيها المغفل؟ اسمع أيها القرصان، أعيدك بشرفي، إن أنت تركت ابنتي وأخليت سبيلها ألا يتعرض لك أحد بأذى. ابتعد عني. لن يقترب منك أحد، اترك البنية وانصرف. ولن يتبعك أحد، المهم أن ننقذ قمر من بين يديك. كلكم مخادعون، كلكم تريدون خداعي. نحن لسنا مثل صديقك شيطون. ونحن لا نخدع. اترك قمر أقول لك. ابتعد أنت وهو. وشرفي، لولا أنك ممسك قمر لأطحنك على الأرض، وما يفكنا عن بعض سوى جيوش عنتر. قلت لكم ابتعدوا. الكل يرتجفون خوفا على قمر. ولو قلت لهم الآن ارقصوا جميعا لرقصوا. يا لها من فكرة جميلة، لماذا لا أتسلى وأضحك عليهم؟ أنت. أنا؟ نعم أنت. نعم. قل نعم يا سيدي. نعم يا سيدي. أرقص. ماذا قلت؟ قلت لك أرقص. لا لن أرقص. قلت لك أرقص وإلا. أرقص يا سهيل، أرقص. أرقص لأجل قمر، أرقص وسأزيد معاشك. أمرك، سأرقص. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنت؟ أنا؟ نعم أنت. حسنا سأرقص. لا لا لا، غني. ماذا قلت يا مجنون؟ أغني؟ هل يستطيع أحد أن يغني في مثل هذا الظرف الباكي المحزن؟ قلت لك غني. لن أغني.
قلت لك غني وإلا. غني يا سحويل غني يا ولدي. من أجل قمر غني. أمرك. أنا النحلة وسو 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 وسو. وأنا الدبور أنا ويلد ولا ويلد ولا ويلد ولا ويلد. لا 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 لا. غني لي غير هذه الأغنية، هذه لا تعجبني. حسنا. يا طير الشؤم يا ابو معاي يا عاي تاكلك الافاعي، يا طير الشؤم يا ابو معاي يا عاي يا طير الشؤم يا ابو معاي. انت انا نعم انت اظنك والد قمر. نعم يا ولدي. يا ولدي هذه جميلة، أنت أمير البر ها؟ نعم يا ولدي. أريد منك أن تقفز في الهواء عدة مرات. يا رجل استحي اخجل، أنا رجل كبير في السن وأنا أمير البر وأنا لا أستطيع. قلت لك اقفز وتحرك وإلا. لا 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 أرجوك لا تفعل شيئا، أمرك سأقفز كله لأجل قمر. يا طير الشؤم يا بوم يا طير الشؤم يا بوم يا طير الشؤم يا بوم تأكلك الأفاعي، يا طير الشؤم يا بوم. السلام عليكم. يا أخي إنه لا يصدق أن الخروف يتكلم، لقد ضحكت عليه. يا طير الشؤم يا بوم عاي 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 تأكلك الآفة، يا طير الشؤم يا بوم عاي عاي. أنا يا قرصان؟ نعم أنت يا أمير البحر، لقد جئت إلى هنا بقصد قتلي أليس كذلك؟ نعم، لأنك خاطف ولا ترحم شعور فتاة مسكينة أبعدتها عن أهلها. ألست خائفا مني؟ لا لا أحد هنا يخافك، بل إن خوفنا كله على القمر. اقفز. ما دام الأمر كذلك فهيا وشارك أصحابك. ماذا تريد مني أن أفعل؟ فأنا مستعد. زغرد. ماذا تقول؟ أقول لك زغرد. أنا وزغرد. نعم نعم أنت تزغرد. زغرد وإلا أمرك سأزغرد. استمر. وأنت أيها النمس هواس. أنا؟ نعم أنت. أنت لم يبق لدي شيء أقوله لك، دعني أفكر. لا داعي لأن تسخر منا أيها القرصان، فإنك إن ضحكت الآن فستبكي غدا. لن يكون هناك بكاء لا اليوم ولا غدا، بل ضحك على ذقونكم إلى أبد الآبدين. هيا اضرب نفسك. نعم ماذا تقول؟ أقول لك اضرب نفسك وإلا. أمرك. يا طير الشؤم يا بوم. استمروا هكذا، استمروا حتى أبتعد عنكم. السلام عليكم أيها المجانين. انتظر يا فواز، اتركني يا عمي، لقد أذلنا هذا القرصان. معك حق يا ولدي، ولكن
ما دامت قمر سليمة لم يمسها أذى لا يهم، المهم ألا يصيبها شر من هذا الماكر. سأجعله ضحكة للخلق أجمعين. سهيل، سحوي، كفاكما رقصا وغناء. كفى، لقد هرب. اتركوني، أين ذهب؟ دعوني أقضي عليه. اترك الأمر لي. لا فائدة الآن، لا فائدة. انتظروا انتظروا، لقد خرج القرصان بنفسه. هل رأيتم شيطون يخرج؟ لا. هيا ادخلوا المغارة وابحثوا عنه، فلربما قبضنا عليه. سهيل، سحوي، كفى على باب المغارة واحرصا الطريق، لا نريد أن يهرب منا شيطون هذه المرة. لا. عجيب، المغارة فارغة. عجيب، لابد أنه هرب. أنا سمعته بأذني ورأيته بالداخل، ألم تشاهدوه معي؟ نعم، لقد شاهدناه. انتظروا، أظن أن شيطون هذا ليس من بني البشر، بل إنه شيطان رجيم. حتى وإن كان شيطانا يجب أن نقبض عليه، ولكن كيف يمكن أن يهرب من أمام أعيننا دون أن نراه؟ وإنني لا أرى بابا آخر غير هذا الباب. انتظروا، هل رأيتم الخروف الذي مر من أمامنا؟ ها؟ الخروف؟ نعم نعم، لقد رأيناه. وما علاقة الخروف بشيطون؟ لابد أن شيطون ساحر من السحرة، وأنه سحر نفسه إلى خروف. أتظن ذلك؟ هذا مستحيل. بل إنه صحيح، الخروف هو شيطون. وما العمل الآن؟ هيا نلحق به. هيا بنا إذا. انتظروا، لقد طرأت لي فكرة. ما هي؟ أن يتخفى فواز بزي تاجر من التجار ويذهب بنفسه إلى السوق حيث هرب شيطون ويقبض عليه بنفسه. ونحن إذا رأينا شيطون جميعا فإنه سيهرب منا، ولهذا يجب أن نختفي عن الأنظار قليلا حتى يقبض فواز على شيطون. فكرة حسنة، إذن هيا انطلق يا فواز في إثر الخروف، وإياك أن يعرف أنك فواز. لا تخف يا أبي. إياك أن تبلغ سهيل وسحويل وإلا فضحانا. لا، لن أبلغهما بذلك. سيدي، أين ذهب فواز؟ ذهب ليشتري لعمه خروفا للعيد. هل نستطيع حراسة الخروف يا سيدي؟ ستحرسانه إذا أحضره فواز. الآن سأعود إلى قصري. وأنا أيضا. هيا وسنلتقي بعد أن يقبض فواز على شيطون. سهيل، نعم. سحوي، نعم سيدي. نعم. هيا اتبع. أين ذهب الخروف؟ أين ذهب شيطون؟